السلام عليكم. من بعد ما شفنا كيفاش ننستالو البي اف سانس وننستالو فيه سكويد وكذا، دونك شو كونفيغورو نكونيكتو البي اف سانس تاعنا. اول حكايه نعملوها الكرياسيون تاع السيرتيفيكا. باش نعملو كرياسيون تاع السيرتيفيكا، نجي لهنا، نجي نمشي سيرت مانجر لهنا، باش نعمل سيرتيفيكا جديد، باش نعمل اد، باش نسميها السيرتيفيكا، سميها كيف ما تحب، مثلا اسم السوسيتي نتاعك سموها، نحنا ديجا نحنا لوتيليزاتور نتاعنا شو اسمه، اسمه اوميم، ظهر لي اوميم اوما ولا كذا، اوما سيرت بار اكزومبل. باه من بعد باش نتعدو ونكملوه. باه من بعد ما عملنا لهنا الميثود باش نخدموها في الانترن، كرياسيون تاع انترن سيرتيفيكا، هذه اللونغور نتاع الكيم تاعنا ظاهر لي كبير برشا، دو اوكتي لهنا التيب دو الالغوريتم دي هاش ار سي هاش ار 256 انترنال سيرتيفيكا. الكود نتاعنا لهنا شني باش نخدم بالافير فرونسي. لهنا وين موجودين نحنا الكيف سي تي كيف الاورغانيزاسيون، وين تعدي في ستاجك بار اكزومبل، نحطو بار اكزومبل اسم شركة ناسيونال سياك تاع الكاف، تك سيف. بعد ما صنعتها شوف شي يطلع لي لهنا، نجم تيلي شارجيها، نجم نهزها في كذا، كل ايش نحب نعمل بيه نعمل بيه. بعد ما كملنا هذه نمشي للسيرفيس سكويد بروكسي، باش نكتشفو اول حكايه نكتيفو، بعد نمشي لوكال كاش، الكاش هذه الميموار اللي مش تسجل، نجي نفيديها لهنا، نكليك نستنى تفسخ الكاش تاعنا في حد شيء، نعمل سيف ونرجع للجينيرال تاعنا لهنا، نعاود نكتيفها، نهبط ديجا شوف البروكسي يخدم على اللان، احنا مش خدمو كان على اللان تاعنا. فما واحد اسمها ترونسبارونس، ترونسبارونس شو معناه؟ البروكسي مش يكون ما بينات لي كليون في اللان وبينات البي اف سانس نتاعنا، دونك شنو نكتيفي هذه، باش نقول اخدم لي اون مود ترونسبارونس ما تبين ليش. من بعد نكتيفي كان تاع الهاش تي تي بي والهاش تي تي بي اس، انيبل فلتر باش يفلتري عليه. من بعد باش نعمل نكتيفو، ما قلنا ال HTTP على الاس اس ال مشي فلتريه، لهنا نحط سلايت اول مش يشوف لينا، شوف حتى كي تشوف الديتاي نتاعها الديسكريبسيون يعطيك السلايد سبلايس اول يخدم على سكويد وسكويد جارد، معناه يشوف كل شيء كالعادة. باش نبقو نخدمو على اللان، باهي ال HTTP سلان مودرن كذا، نجو نحطو السيرتيفيكا نتاعنا، السيرتيفيكا كل صنعناها تاع، فهمت كيف تك في اللوج اللي في شي لوج هذا كل ما الارشيف اش صار، نكتيفها هي تركده ونعمل سيف، نستنى يعمل سيف تاعو. بعد ما كملنا هذه نمشي للزاسيال، إذا سيال مثلا لو السابنت، السابنت وين يعمل لي ريزو مثلا، نحب نخليهم حط هذا بوان زيرو سلاش بانت كات، نحط 192.168 بوان زيرو بوان زيرو بار اكزومبل سلاش بانت كات. نهبط الوايت ليست مثلا، نحب نخلي الجوجل جوجل بوان كوم يدخلوا الناس الكل، بلاك ليست تعطوني بار اكزومبل ان اكزومبل facebook.com yahoo.fr شنيا اخر زعما youtube.com هذوما البلاك ليست نتاعنا. يعني كي درك عندنا برشا يوتيليزاتورات نجمو نبلوكهم كيف كيف. باهي من بعد شنعمل؟ باهي من بعد ما نكملو شنو نعمل؟ نجي لهنا نعمل سيف نتاعي العادي، تسجل، نرجع للسيرتيفيكا نتاعي،
تيليشارجيها وننستاليه. شنو هاك شفتو السيرتيفيكا بوان سيرت، تحل اوفرير، جي لهنا اعمل انستالي لو سيرتيفيكا. هادي مش نعملوها لهنا، مش نعملوها كيف كيف في شو اسمها في الماكين الماشين تاع لان اللي لازمنا تو نحلوها، مش تستو عليه الماكينه تاع لان نتاعنا اسمها كليون لان، نثبتو في الريزو نتاعها تراها مربوطه باللان نتاعنا، تاخذ في ديجا مربوطه. مش نمشي نحلها نورمال، مش تعطيني 172.16.1.10 في البلاج اللي عطيناه من الاول جو كروا، ما عودش خدمتها. سامحوني لحظة، ثبت اللي زانترفاس متاعي وينهم، اللان متاعي وينهم، الادريس تاع اللان قداش. ما خدمناهاش. دونك شنو نعمل؟ نسكر هذه لحظة، ريجلو اللان متاعنا، نرجع لهنا. شنو نعمل؟ باش نمشي نعمل انترفاس الصيني الثانية، باش نخدم على الانترفاس الثانية، حاجتي باللان باش نخدم فيها اونتري الكونفيغوراسيون. هذه اللان باش نعمل لهنا اونتري لو نمبر اوف بي. لهنا مش ناقص دو باش نكونفيغيري متاع لان، باش يقول لي اعطيني لادريس نتاعو بوان ان بوان ان دو كلاس بي. قالك الجيت واي نتاعو باش نعطيه نفس لادريس، لي بي في سي ما نستحقش. قال لي تحب تخدم دي اتش تي بي، باش نقول له يس. باش نعطيه 172.16.1.10، باش يبدا من البوان 10 حتى بوان ان بوان سون باغ اكزومبل. الريزو نتاعنا فيه 98 ادريس، 88 ادريس. تحب تسجل يس. من بعد ما يكمل هذي مش ندخلو ديريكت للماكينة بتاعنا الان، لازم تعطيها الادريس 172 هذيك. نستنى تحل ونرجع لكم من بعد ما حليناها. باش نثبتو تو اسكو عطانا ريزو ولا لا، كيما تعرفوا نجي لهنا للسي ام دي، شابدا الاورديناتور يرزان شوي ما تقلقوش. باش نعمل ايب كونفيغ، شوف لادريس تاعي، شوف لادريس قداش 172.16.1.10. باستريل نتاعنا مريقلة وكل شيء مريقل، دو كلاس بي كذا. باهي نجي ندخل الانترنت اكسبلور باش نحاول نكونيكتي على ياهو، وك نتاع البلاك ليست. باش نكتب ياهو بوان كوم، واش عملنا نحنا في البلاك ليست. شوف المخ على قدو، ويني 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 سيرفيس، عاد في السيرفيس سكويد بروكسي. نجي نشوف لي زاسيال اللي عندي شحطيت فيها. داير زان البي سي عنده الحق، نجي لهنا باش نكتب ياهو، ما ندريش كتبنا بوان افير ولا بوان كوم، نجربو بوان افير ترا. بالله لحظة خلنا نستالو السيرتيفيكا. ادمين روت، نجي لهنا خلنا نكبرها مش توضح ليكم. نجي لهنا للسيرتيفيكا، تيمشي برزان
حل السيرتيفيكا شبهت حلت هكا نجي نكتب لهنا youtube.com فما مشكل ما فهمتش شنو تبت المشكل نورمالمون لازمني نريديماري الماكينة بتاعي هذه دونك نريديماريها مخسرنا شيء نزيد الريديمارو هذه من بعد باش تاخذ الادريس ديما نحل بي اف سانس قبل لي ماشين تاع الكليون والا نحلها ونحل سي ام دي نكتب نفرض على دي اس بي مش يعطي ادريس اي بي باش نفرض عليه مش نكتب اف كونفيغ ريليز ينحي اف كونفيغ رينيو هذوما الكوموندات هذوما مش شوفوهم برشا مع وش اسمه مع الدي اس سي بي كي مش نخدمو مع على الجي ان اس 3 ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه باش نكونفيغورو الدي اس سي بي في الجي ان اس 3 ونعملو عليه هنا اتاك بالكالي لينكس تو نشوفوها مع بعض مازالت الخدمه مازالت برشا اما ليسونسييل تفهموا هذا الباقي الاخر كل سهل لهنا باش نتيليشارجي في وسط السيرتيفيكا محبتش تمشي المشكلة هنا تعرف ديما فيه مشاكل سكويد لي بوغ اللي فيه اقسم بالله شي حبس المخ ما فماش حتى ايرور ده احنا عملناه اكسبورتي سيا وين تسجلت الله اعلم اصلا لازم تهبط بوان سيرت بالله مش نستعلي جوجل كروم يعني. لحظة نرجع لكم مش تتشارجي الجوجل كروم في وسط بوين سامحوني على الروتار به لهنا في الجوجل نجم تاعو مش شارشي على الفيسبوك شوف الجوجل ما حاطينه في الوايت هيد ليست مش شارشو على الفيسبوك مستنوه يفيريفي تاو في البروكسي تاعو شرش الفيسبوك فيسبوك نحن مبلوكين الفيسبوك بوان كوم يطلع في الجوجل كي نكليك عليه اوتوماتيكمون لازم يقول لي لا ما كانش خدمتها غلط ولا يتاوم فيري في فيها معاكم ديجا تشوفوا اللينك في البداية الاول تاوم مشي مشي فيري في اليو ار ال هذا يبعث للبروكسي نتاعو طلع ديجا هو بدل فيه حكاية ب ياهو بوان فير نحن حطينا نشوفوه ديما الفيسبوك راه فيه مشكل مع مع سكويد سكويد كيما قلت لكم راه فيه برشا مشاكل شوف لي هاو كيفاش طلعوا فيزا هاك سكويد لوغو تاع سكويد لي يوريل ني با دوموندي بو ات تروفي هاك لورور سويفون سي برودوي ا ليسي ا لاكسي هادي اكسي انتردي ب الجوجل بوانكو نزيد نحلو فيسبوك بانكو ديريكت هاك ترى
فيسبوك يبقى يحل. فيسبوك ديما يتعارك هو والواحد، هذه ما عرفهاش خلاص. الجوجل يحل هنا مريقل، هذا لمسان مسكر، فهمتش علاش اصلا مسكر. شفتوا ديما مشاكل في سكويت. به الجوجل يخدم، شو قلنا اخر؟ ياهو، يوتيوب، يوتيوب .com، فيسبوك لازم نخدمه. نستنى ترى اليوتيوب عدت ساعة. يرزاني يسر. ماشي عاد يوتيوب.com. شفتوه الجوجل كيفاش يخدم؟ باهي، مادام هو تحل هذا وشفناه، شوفها بلوكي ولا لا، باش نرجعو للبروكسي نتاعنا. جينا هنا لوتونتيفيكاسيون، ادمين روت صح خرج ديجا. باش ندخل للسيرفيس سكويد بروكسي سيرفر، سكويد بروكسي سيرفر، مش نجرب لوتونتيفيكاسيون، هذه ديجا مش نجربها معاكم. الميثود تاع لوتونتيفيكاسيون مش نحطها لوكال، تاف ونعمل سيف. ب ترانسبارانس انيبل، لازمني نحي ترانسبارانس باش تعدل لوتونتيفيكاسيون. ويني ترانسبارانس؟ تاك نحا، نرجع لوتونتيفيكاسيون تاعي ونعمل سيف. نورمالمون تو لازم تعط اوثنتيفيكاسيون سيرفر ريكوايرد، اي نحطها لوكال اوثنتيفيكاسيون كون بي انيبل ترانسبور. ما حطيناش اوكي سيف نحن بلاي لحظة، اي ما حطيناش سيف لهنا، نعملو سيف. تبت شوي نجي لوتونتيفيكاسيون لوكال، نعمل سيف مريقلة. نجي نصنع ان يوتيليزاتور اخر بار اكزومبل، مثلا نسمو اوما، باسورد نتاعها روت، ديسكريبسيون مش حاط حتى شيء. باهي تسجلت، نرجع تو لهنا، مش ندخل لجوجل www.google.com. يتحل جوجل، باهي باش نكتب yahoo.fr ترى، باش نعاود نكليك عليه اللين هذا. ياسر رزان، ياسر 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 ياسر، هنتبع فيه بشوي بشوي، ما تلقوش برك. yahoo.fr باش يخدم جمل. ديما فيه مشاكل سكويت، اما نورمالمون تو صاي يخدم لينا. ديجا شفتو البروكسي كيفاش يخدم سكويت، كيفاش قاعد يطلع. باهي نحنا تو مشي قلقنا هذي، تو ناخذ الكابتيور ديكرون، خليها لكم في الديسكريبسيون. هذا تو خدم نورمالمون. ميرسي بور فوتر اتونسيون، وراكم شفتوا سكويت ديما في برشا مشاكل. تو مش ننطلقوا في الجي ان اس تاعنا. على فيديو بروشان.